بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل المحاضرة الأولى في التفكير العلمي. والمحاضرة الأولى في التفكير العلمي هنتكلم فيها على المقدمة والوحدة الأولى، الاثنين مع بعضهم عشان المادة العلمية مرتبطة مع بعضيها. كان speak about the introduction and the unit number one، وهنتكلم فيها على الفرق بين the difference between scientific thinking and non-scientific thinking، و نفرق بين الاثنين، وبعدين نشوف انماط التفكير المختلفه ابتداء من legendary thinking و superstition thinking، هو التفكير الاسطوري والتفكير الخرافي. وبعدين نتكلم على بعد كده على التفكير العلمي وخاصيه العلم objective or scientific، امتى تيجي في تفكيرنا، لان احنا عندنا عملية المنتال بروسيس اللي بتفرق بين الإنسان الهيومن بينج والنون هيومن بينج. نقدر نتكلم على في حاجة اسمها الريجولار ثينكينج، وده تفكير عشوائي. التفكير العشوائي اللي هو not have the objective of organization. Any person can organize his mental process and his human thinking. He must have the objective of scientific. Else this person educated or not educated. يعني بغض النظر عن مستوى التعليم، امتى التفكير بتاعنا بياخد صفة العلمية لما يبقى تفكير منظم. في الحالة دي بقول ان انا التفكير بتاعي ميثودولوجيكال عنده منهج، mental way of thinking. المنهج هو عبارة عن برنامج، program، mental way of thinking، طريقة للتفكير، which we can depend and in certain situation، في أي موقف أنت بتعتمد عليه بتنظم تفكيرك يبقى أنت اكتسبت الصفة العلمية. وذلك نقدر نقول أن the objective of scientific not related only، مش مرتبطة فقط with the scientists or students، مش مرتبطة بتفكير الباحثين أو researchers الباحثين or the scientists العلماء، but related to the any human thinking must be organized. أي تفكير إنساني، أي تفكير منظم، يبقى هنا اكتسب صفة العلمية. وعندنا ثلاث أبعاد رئيسية وثلاث أفكار رئيسية مرتبطة بالتفكير العلمي لازم نقولهم، اللي هي الإمبريكيزم الواقعية، راتشوناليزم، والسكيبتسيزم واللي هي الشك. الثلاثة دولي صفات لازمة أو ثلاث أبعاد مهمة جدا في التفكير العلمي. الحقيقة في مع التفكير الإنسان if you have the objective of scientific، فعندنا more of scientific thinking أو scientific mind. نقدر نقول عندنا challenging thinking، في تفكير تحدي، و practical scientific thinking وتفكير عملي برضه مرتبط بالتفكير العلمي، و creative تفكير علمي مبدع على سبيل المثال. دي كل ديت خلاص اكتسبنا صفة العلمية، نقدر نقول ان انا I have a method، انت عندك منهج scientific method تعتمد عليه. والحقيقة اما اتكلم على بقى تصنيفات المجالات الدراسات العلمية المختلفة، الحقيقة هربطها بتعريفات العلم. يعني تعريف العلم، العلاقة ما بين التفكير العلمي والعلم. We have a relation between the special scientific thinking and science or no. الحقيقة عندنا نوعين دلوقتي من أنماط التفكير، إما اللي هو general scientific thinking و special scientific thinking. General scientific thinking ده related to the our daily life. Else any person educated or not educated، سواء كان الفرد متعلم أو غير متعلم، يبقى في الحالة دي if any person have a method، a mental way of thinking، عن طريق عقلية التفكير، يبقى تفكيره منهجي. منهجي meaning scientific، يعني علمي. لذلك أنا عايز أقول إن هما نمطين أساسيين في التفكير، تفكير علمي عام، scientific، public scientific thinking و special scientific thinking. البابليك مرتبط بعامة الناس سواء كان متعلم أو غير متعلم، is this person educated or not educated. But in the field of science، في مجال العلم، و
وكان سبيك اباوت سبيشال ساينتفك ثينكينج اللي هو عند الستودنت عند الريسيرشر عند الساينتست. هنا في الحته ديت بقى اقدر اتكلم على انماط التفكير اللي هي اللي توجدت فروم ذا بيجينينج تو ناو. انماط التفكير كان فيها انماط تفكير غير علميه اللي هي بري ساينس اللي هي مرحله ما قبل العلم فروم ذا بريميتيف ايج. في كان عندها ليجندري ثينكينج اللي هو التفكير الاسطوري اللي هو مرتبط بالاسطوره، وعندنا ايضا سوبرستيشن التفكير الخرافي ليجندري ثينكينج بدا قبل العلم وانتهى فينيشد ات ذا بيجينينج ايه اوف ساينس. But if we can speak about special scientific thinking, that only connected with the study in the field of science. Superstition thinking بدأ قبل العلم. But this type of thinking, superstition thinking, استمر continued until now, مستمر حتى الآن مع العلم. هنا في الحقيقة عايز اتكلم على بقى اللي هي تعريفات العلم واربطها بمجالات الدراسات الايه العلميه. خلينا مش نسيب تعريفات العلم دلوقتي لغايه ما اتكلم على مجالات الدراسات العلميه. عندنا علم دلوقتي in the recent age في العصر الحديث we have more of scientific fields مجالات العلم. اقدر اقسمها الى مجالين اتنين والمجال الثالث اللي هو العلوم البينية intersected knowledge اللي هي بتبقى integrated واخدة ما بين theoretical والapplied theoretical sciences and study وعندنا الapplied knowledge or applied sciences اللي هي مجالات الدراسات الايه التطبيقية، والعلوم البينية اللي هي ما بين intersection اللي هي قايمة based on intersection knowledge فيلدز اللي هي بتربط ما بين الاثنين. والحقيقه اللي بتربط بين الاثنين علوم بينيه منها ما يقع يعني some of this scientific branches related to the theoretical and some of these branches related to the applied science. Theoretical knowledge اللي هي ايه بتدينا theoretical knowledge اللي هي الدراسات النظريه وبالتحديد الماثيماتيكال والفلسفي، ودي بالتحديد في الثيوريتيكال نوليدج نمبر اي يعني الدراسات ثيوريتيكال ستاديز اند ساينسز فيها اي وبي وسي. اي الماثيماتيكال والفلسفي وفي بقى بي اللي هي النيتشر ساينس وسي اللي هي هيومانيتيز اند سوشيال ساينس. والابلايد نوليدج الحقيقه بنتكلم فيها اللي هي فيها انجينيرنج وادمنستريشن. لو انا قلت هنا سالت سؤال طيب كل مجال من المجالات دي فيه المنهج بتاعه ايه منتال ويف ريسيرش الميثود بتاعه ايه والمعيار الصدق ايه فيهم، يبقى انا هنا مطالب ان انا وانا بتكلم على المجالات دي في الدراسات النظريه ثيوريتيكال ستاديز لو انا بتكلم على المجموعه ايه اللي هي ماثيماتيكال اند فلسفي هنا المنهج بتاعها منهج عقلي استنباطي mental deductive inference approach منهج عقلي استنباطي. منهج عقلي اللي هو mental بيعتمد على deductive عملية الاستنباط والقياس العقلي. يبقى هنا معنى المعنى كده ان المنهج بتاعها deductive منهج استنباطي، يعني في الدراسات والعلوم النظرية الرياضة والفلسفة الماتماتيكال والفلسفة بالتحديد قايم على نقطة we have no on a contradict بين the internal body of theory اللي هي العناصر the fragments of the theory there is no we have adjustment في توافق ما بين internal body of theory ما فيش تناقض بينها without its adjustment with the external reality بغض النظر على توافقه مع العالم الخارجي. هنا ده حتة بقى معيار الصدق بقى اللي هو standard of honesty داخلي. وفي العلوم التطبيقية أيضا لما أجي أتكلم برضو هنقول نفس الكلام. خلينا ناخد اللي هي علوم الدراسات النظرية بي فيها natural science معيار الصدق فيها إيه؟ المنهج بتاعها إيه؟ internal ولا external؟ يبقى معيار الصدق إما standard of honesty إما internal داخلي أو external خارجي. natural science زي
الاسترونومي، النيتشر، الكيمستري، البيولوجي، معيار الصدق فيها اكسترنال، خارج، معيار الصدق فيها خارجي. وايضا نمبر سي اللي هي الهيومانيتيز والسوشيال ساينس، معيار الصدق فيها خارجي. بجديد في العلوم التطبيقيه المعيار الصدق هما اما دائم، معيار الصدق ما فيها داخلي او خارجي، اما هيكون انترنال واما هيكون اكسترنال، زائد معيار صدق الاتيليتي ايه اللي هي الايه الفائده، معيار صدق المنفعه او الفائده. والحقيقه هنا ليه بتكلم على سبيل المثال العلوم الانجينيرنج ساينس، العلوم الهندسيه من فيها الميكانيكا وفيها البندنج وفيها الالكترونكس، العلوم الهندسيه مختلفه في المراحل الاولى. اي مهندس بيشتغل على، بيستخدم اللي هي معيار الصدق بتاعه بيبقى داخلي، انا يعني بستخدم الايه البرنسبلز، المبادئ ثيوريتيكال قوي الخاصه بالانجينيرنج. ففي الحاله ديت بتبقى معيار الصدق بتاعها داخلي، وانما بيجي في النهايه في مرحله الامبلمنتيشن التطبيق، في الحاله ديت زي مثلا بيعمل بروجكت في هندسه الالكترونيات او برنامج بيعمل نظام معين، سيستم معين. ولذلك عندنا المنهج في الابلايد ستاديز، المنهج هنا مش هيبقى ايه في المراحل الاولى ديدكتيف استنباطي، وفي المراحل النهائيه هيبقى اندكتيف استقرائي، واخد بالك. وكمان عندنا منهج ثالث اسمه منهج تحليل النظم. في عندنا الحقيقه العلوم البينيه اللي بتقع ما بين الثيوريتيكال ابلايدز والابلايد ستاديز اللي هي بنسميها الانفايرومنتال والميديكال ساينس والبيوكيمستري وبيو فيزيكس. الحقيقه الكلام على المناهج العلميه اللي احنا بنعتمد عليها اللي هو المنهج الديدكتيف والاندكتيف، تصنيفات العلم وفقا للمنهج، هيبقى عندي في وصف ديسكريبتيف وفي منهج وصفي، ما يبقى الهدف بتاعي ده مين جول بتاعي قايم على الوصف، وعندي المنهج اكسبيرمنتال بيبقى الهدف بتاعي قايم على التجريب. وي هاف تو يوز ذا اكسبيرمنتال ميثود ان ذا تايم تو ريتش ماي فاينل جول، وي ماست ديبند اون ذا اكسبيرمنت، لازم يبقى عندي غصب عني اعمل ايه تجربه. والانفيرنتيال لوجيكال ميثود اللي هو المنهج الاستدلالي اللي هو بيبقى فيه الايه عندي اما استنباطي او استقرار. كده حطينا تصنيفات العلم وفقا لمعيار الصدق اللي هو معيار صدق داخلي internal validity او external validity او benefit اللي هو seek to maximum of benefit اللي هو يسعى لي يبقى عنده أكتر إيه فايدة. في مجال ال scientific thinking وال unscientific thinking، الحقيقة ما دام إحنا in the field of science بنتكلم على التفكير العلمي، عندنا أنواع مختلفة منه نقدر نتكلم عليها، اللي هي abstract thinking اللي هو تجريد، وده الناس بتوع الرياضه الماس والفلسفه بالتحديد. الرياضه اسمها علم المقدمات، ذا ساينس اوف ذا فاينل ثيوريتيكال ابستراكت، علم المقدمات النظريه العليا. والانفيرنتيال ريسونينج ثينكينج اللي هو بيعتمد على المنهج الاستدلالي، قلنا اللي هو معيار الصدق فيه داخلي في الفلسفه. والرياضه بيبقى عندي بتستخدم اما الاستنباط ايه ديدكشن او الاندكشن اللي هو الاستقراء. وفي كريتيكال ثينكينج يعني في تفكير علمي بنسميه التفكير الناقد النقدي، الناس بتوع اللغه العربيه in the field of language especially we must depend on the critical thinking. analytical thinking اما يبقى التحليل، التفكير التحليلي بيبقى الهدف بتاعك قايم على عمليه analysis. و لو انك تشتغل في البروبلم سولفنج بايدو برضه بيبقى عندك تفكير علمي قايم على البروبلم سولفنج. والكرييتيف ثينكينج ايضا منهج اللي هو الابداعي، يعني التفكير الابداعي. ماتماتيكال ثينكينج اللي هو نوع اخر من التفكير اللي هو التفكير الرياضي. التفكير الرياضي اللي هو قلنا هيبقى فيه الايه قايم على الديدكشن اللي هو الاستنباط. جيومتريك ثينكينج بايدو كل ده في الرياضه.
كله برضو ديدكتيف ميثود. ستاتستيكال ثينكينج برضو اندكتيف لانه اللي هو الاحصائي. ميكانيكال ثينكينج ده هيبقى قايم على برضو نفس الحكايه في الرياضه، كل دي مرتبطه بالرياضه، فهيبقى قايم على منهج ديدكتيف اللي هو الاستنباط. قدر نقفل الجزئية ديت بتاعت مجالات البحث العلمي بالحديث عن تصنيفات العلم وفقا لنوع الخبرات المعرفية اللي بيحصل على الإنسان، the location of science from other areas of knowledge. ما يبقى الخبرات بتاعتي in the field of science في مجال العلم اللي أنا عايز بكتسبها بتبقى مرتبطة from dealing with human phenomena. أما يبقى الخبرات بتاعتي أنا في مجال الإنسانيات، راجل بتاع سوسيولوجي، بتاع سيكولوجي، بتاع environmental، بتاع هيستوري، يبقى الخبرات بتاعتي هنا هتديني برانش مور برانش اوف ساينس مختلفه، فلسفي، ميوزك، هيستوري، ارتس، لوز، بليفز، ايكونومي، سوسيولوجي، سايكولوجي، بوليتكس، كل دي هيومن برانشز، علوم انسانيه. اما يبقى الخبرات بتاعتي في مجال علوم الايه الانسانيه. انما if we have more experience acquired from dealing with natural phenomena مع الظاهرة الطبيعية، يبقى في الحالة ديت هيبقى عندي البراشات بتاعت علم الفيزيكس والكيمستري والبيولوجي والجيولوجي والاسترونومي والسي ساينس، علوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجي والجيولوجيا والفلك وعلوم البحار. الحقيقة أما إذا كان أنا dealing with superstition, myth and ignorance، أما أنا بقى حتى في العصر ذا ريسنت ايج، في العصر اللي احنا فيه ده، وانا الخبرات بتاعتي مرتبطه بالناس اللي بتروح للسحر والدجل والشعوذه، السحر اللي هي او الاسطوره الماث زي ايزيس وزوريس او سوبرستيشنز اللي هي الخرافه، بنجد كتير جدا من بعض الناس المتعلمين بيلجوا هذا الكلام، يبقى في الحاله دي الخبرات بتاعتي هتوديني للايه؟ للماجيك والماث والاسترولوجي والانشنت كيمستري والانشنت ميديكال. حقيقة التعريف العلم الرئيسي هنا نقدر نقوله ان احنا العلم يعني the building or structure of science، تعريف العلم بالنظرية يبقى هنا اول حاجة، structure of knowledge، تعريف العلم بالنظرية structure of knowledge بناء معرفي، وبعدين mental way of research or standard of honesty، طريقة العلمية للتفكير أو معيار للصدق. والحقيقة الجزء الأخير إيه؟ A group of scientific attitudes and values which any researcher must be depend، ومجموعة من القيم والاتجاهات العلمية اللي يجب أن يعتمد عليها العالم أو الباحث. ده التعريف الرئيسي للعلم اللي احنا من خلاله شرحنا مجالات البحث العلمي، بطبقنا عليها المينتال ويف ريسيرش اللي هو الميثودولوجي اللي هو منهج عقلي وعقلي استنباطي اللي هو ديدكتيف مينتال ابروتش، ولا اندكتيف ابروتش اللي هو استقرائي تجريبي على حسب مجموعات برانشز اللي هي بتاعه الايه العلوم المختلفه. وفي النهايه هيبقى عندي طيب مكونات النظريه العلميه، انا بقول العلم بناء من معرفه، ستراكشر اوف كوجنيتيف دومين، ستراكشر اوف كوجنيتيف دومين أو structure of scientific theoretical building، بناء من المعرفة. طب هنا حتة بناء من المعرفة أو العلم بعرفه بالنظرية بتاعته، we can define the science by it's connected with its theory، بعرفه بالنظرية بتاعته. الحقيقة عشان أوصل مراحل تشكيل النظرية اللي هي اليونتس بتاعت إيه ال organized cognitive of science، العناصر بتاعته بتبدا من البدايه خالص بالفاكتس، بارتيال فاكتس، الحقائق الجزئيه، الاكسيدنت، الوقائع، الاحداث اللي انا بشوفها قدامي اللي هي قايمه على الاوبزرفيشن، وبعدين مور اوف اكسيدنت او مور اوف فاكتس تديني حاجه اسمها جديده، اسمها زي مثلا تديني كونسيبت مفهوم. الفاكتس زي مثلا في حادثه عنف، سرقه، ها موجوده قدامي، طب زي مفهوم زي مثلا وقعه سقوط وقعه ارتفاع درجه حراره او وقعه مثلا ايه انخفاض درجه حراره، ارتباط the connection between more of accident in any field in any scientific field في اي مجال astronomy او physics او chemistry، ارتباط اكتر من
مور اكشنز يديني حاجه اسمها الكونسيبت. الكونسيبت ده مثلا عندنا مفهوم الجريمه في علم الاجتماع. مفهوم الجريمه ده جواه اكتر من واقع او حادثه. في الفيزياء مفهوم الطاقه او الباور، مفهوم الطاقه الانرجي جواه اكتر من واقع واحداث جزئيه. هنا الكونسيبت هنا اذا ارتبط وي سبيك اباوت مور اوف كونسيبت، اكتر من كونسيبت مرتبط مع بعضه، يديني حاجه اسمها برنسبل اور لو، مبدا او قانون. The law of sound, law of light, law of heat, قانون الصوت والضوء والحرارة على سبيل المثال. Inside this law, this principle, في عندي more of concepts. وال more of concepts جواها إيه؟ More of facts. في النهاية بقى عندي if we have more بقى pre-final statement، عندي ارتباط أكتر من قانون. The connection between more of law يديني scientific generation. يعني تعميم علمي نسميه كده proposition، قضية علمية تعميمية. scientific generation، scientific proposition، قضية علمية أو قضية علمية. generation scientific proposition، generation scientific proposition، قضية علمية تعميمية. القضية العلمية التعميمية جواها أكتر من قانون. more of this scientific generation proposition مع بعضها ببعضها systematic كده in which connected to any scientific branch، which connected to any scientific branch اللي هي مرتبطة in a certain scientific branch في مجال دراسي محدد، في تخصص دراسي محدد، يديني هنا theory of science اللي هي the structure of the theory، بناء النظرية. يبقى النظرية consists of includes جواها more of scientific proposition، مور أكتر من قضية علمية تعميمية. والقضية العلمية التعميمية the scientific generation proposition جواها more of principles، والprinciples جواها more of concepts، والconcepts جواها more of partial facts or partial accidents. الحقيقة أكمل التعريف بتاع العلم اللي هي الفاليوز اللي هي الايه اند ساينتفك اتيتيودز اللي يجب. يبقى احنا خدنا تعريف العلم، بناء العلم هو بناء نظري منتال واي اوف ريسيرش اللي هو طريقه عقليه للتفكير اور ستاندرد اوف اونستي او معيار للصدق داخلي او خارجي او المنفعه. وبعدين اروح لمجموعه من القيم والاتجاهات العلميه فاليوز اند ساينتفك اتيتيودز اللي هي القيم والاتجاهات العلميه which any researcher or any student or any scientist must be have، يجب ان هو يعتمد عليها. الاوبجكتيفيتي، الموضوعيه، please to be objective and not to be subjective، يعني ما تروحش مع اهوائك الشخصيه وارائك الشخصيه، و please related to the reality، ارتبط الى virtual مع خليك مرتبط بالحقيقه. curiosity، الحب للاستطلاع، قيمه حب الاستطلاع، attitude scientific attitude، انت قيمه الحب للاستطلاع عندك انت راجل النهارده strong desire to learn or know about anything، عندك رغبة قوية انك انت تعرف عن ايه، عن حاجة معينة. open mindedness، عندك عقل متفتح. rationality، العقلانية اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول اللي هي respect for evidence، تحترم الوقائع والاحداث وواقعيتها. و reliance on fact and looking for truth، العقلانية معناها انك انت تبص للايه، للحقيقة. honesty، الشفافية والنزاهة، يعني معنى كده انك انت it is a fact of moral character. الأونستي معناها أنك أنت مرتبطة ب morality of science، أخلاقيات العلم. ودي نقطة مهمة جدا. كرسي، الدقة والتحديد، أنك أنت تبقى دقيق. بليز خليك ده the degree to which the result of measurement. كرسي يعني ما تبقى راجل في الكيمياء أو الفيزياء، تبقى راجل بتاع رياضيات، تستخدم القانون معينة. بليز to be accurate in your choice اللي هي في اختيارك. هتختار اي مبادئ، اي principles واي rules عشان تعتمد عليها، يبقى لازم تبقى دقيق في اختيارك الرولز بتاعتك. in order to reach your confirm to the correct value or standards and the results are free from measurement errors. النتائج بتاعتك لازم تبقى خاليه من الاخطاء تماما. سكيبتيسيزم اللي هي الشك، والشك مهم جدا بس نسميه ساينتفك شك المنهجي، ميثودولوجيكال سكيبتيسيزم،
ميثودولوجيكال سكيبتسيزم يعني الشك المنهجي مش الشك الايه الهدام. ده تعريف العلم بشكل عام والمراحل المتمر بيها بناء النظريه العلميه، ابتداء من الواقعية الجزئيه اللي بتدينا بارتيال فاكتس، وبعدين الكونسبت اللي هو بعد ارتباط اكتر من بارتيال فاكت مع بعضها يديني الحقيقه الجزئيه، يديني مفهوم الكونسبت. مفهوم الكونسبت يديني حاجه اسمها اللي هي الرول، القاعده، يعني القاعده اللي بتحكم عمليه الايه الطاقه والقوه على سبيل المثال، وارتباط اكتر بين مفهوم مع بعضه اللي بيديني القاعده العلميه يوصلني لحاجه اسمها البرنسبل، المبدا اللي هو القانون. والمبدا البرنسبل هو التعبير الماثيماتيكال اكسبريشن فور لو، التعبير الرياضي للايه للقانون، واكتر مور اوف لو مع بعضهم كونكتد يديني الايه ساينتفك جنرال بروبوزيشن، قضيه علميه تعميميه. مور اوف ساينتفك جنرال بروبوزيشن يديني في النهايه ساينتفك ثيوري ان سيرتن برانش اوف ساينس، نظريه علميه لاي تخصص دراسي محدد. الحقيقه في الجزئيه دي كمان عندنا في التفكير العلمي ليه احد سمه معينه، كاركتر معينه اللي هي بنسميها المصادرات، مصادرات التفكير العلمي. ومصادرات التفكير العلمي مرتبطه ب مبدا رول اوف ديتيرمينيشن، برنسبل اوف ديتيرمينيشن، ويتش يعني رول اور وورلد اللي احنا عايشين فيه، بيحكموا من خلال ثلاث ابعاد رئيسيه اللي هو المبدا الحقيقي ده للكون اللي احنا عايشين فيه. في مبدا النظام والاضطراد والعليه، ديسيبلين ريجولاريتيز كوزاليتيز. النظام والاضطراد والعليه اللي هي داخل اطار مبدا الحنيه، العالم اللي احنا عايشين فيه عالم منظم مش الريجولر، والا ما كانش ايه ما كانش استمر هذا العالم سيستماتيكلي حتى الان. والداز نوت راندوملي ارينج، غير عشوائي في ترتيبه، لا بناء في ديسيبلين نظام معناها ذا ستراكشر اوف ذا اوف ارينجينج سيستماتيكلي، يعني هذا العالم منظم. طيب ريجولاريتيز يعني مضطرد ريبيتد، يعني اني فينومينال اف يو وانت تو اوبزرف اني فينومينال ناو اف يو وانت تو اوبزرف ذيس فينومينال افتر وان داي يو ويل سي ذا سيميلاريتي بتوين توداي اند ذا ذا انذر داي، هتلاقي في انتظام في ريبيتد في الاوكورنس اللي هو الحدوث الايه الفينومينز in the field of nature or any branch of science. ايضا causality معناها السببيه ايه؟ مبدا العليه في relation between the cause and the effect، في علاقه ما بين السبب والايه؟ والنتيجه. والحقيقه مبدا العليه ده ليه الحقيقه واخد ابعاد مختلفه زي linear causality اللي هي السببيه الخطيه اللي هي بتبقى من جانب واحد، وايضا في سببية بتبقى واخدة circular causality يعني مادة سببية اللي هو العلاقة بين الكوز ريزون والإفكت واخد دايرة سيركل اللي هي الدايرة بتلف، وفي الحقيقة positive feedback وفي negative feedback لحكاية السببية دي، وفي رد الفعل السببي المتسلسل واخد شكل سلسلة chain بين السبب والنتيجة، الرياكشن بيبقى واخد ايه سلسلة من الأحداث بين السبب والايه والنتيجة. الأهداف العلم الحقيقة عايز أتكلم عليها أيضا من ضمن الأهداف العلم في الوحدة الأولى، الديسكريبشن الوصف، يعني إذا كنت أنت عايز تعمل أشكال التصميمات الهندسية هدفك تعمل دراسة عن أشكال التصميمات الهندسية في مدينة الإسكندرية، في الحالة ديت المين جول بتاعك هو قايم على الديسكريبشن. انما في كثير من الاحيان تبقى المين جول بتاعك في الاستادي بتاعتك او الريسيرش بتاعك يبقى ديسكريبشن واناليسيس، يبقى الدراسه في الحاله دي هنسميها دراسه وصفيه تحليليه، اناليتيكال ديسكريبتيف استادي، دراسه وصفيه تحليليه. يبقى عندك الديسكريبشن هدف الاولاني، الهدف الثاني الاناليسيس اللي هو التحليل، او بعد كده ممكن تبقى انت تاخد الوصف والتحليل يبقى عندك وصف وتحليل هدفك، او على سبيل المثال برد ايه الكنترول الضبط والتحكم. الكنترول يعني بعض الاحيان عالم الفيزياء بيبقى الهدف بتاعه ادجاست ذا نيتشرال فينومينا، عايز يضبط الظاهره، عمل بمبدا الوقايه خير من العلاج. كنترول يعني بريفنت، منع، انك انت تمنع ذا كوز السبب ان اوردر تو بريفنت ذا ايه
ذا ريزلت، وبالتحديد اذا كانت ذا فاينل ريزلت نيجاتيف. فلو هي ايجابيه يبقى انت هتعمل عمليه ايه؟ ادينج، تعزيز للكوز او الريزون عشان يدي الى ايه؟ بالبنفيت بتاعتك ايه؟ بوزيتيف. ولذلك في الـ في الـ في الـ في الـ عايز افرق ما بين هدف العلم اللي يبقى الوصف والتحليل، وهدف العلم اللي يبقى الاكسبلينيشن اور انتربريتيشن. ان ذا فيرست كيس، في الحاله الاولى الديسكريبشن والاناليسي، انت ايه؟ يو هاف ديل وذ وان فاريبل اونلي. انما لما يبقى هدفك اكسبلينيشن والكنترول، يبقى هنا انت يو هاف ديل وذ تو فاريبل اند نوت وان فاريبل اونلي. يبقى انت مضطر تتعامل مع سبب ونتيجه، وتدي انتربريتيشن لوكسيبونيشن للعلاقه ما بين الايه الاثنين في الابعاد الايه الجانبيه اللي انا قلتها، سواء دائريه او من جانب واحد الى اخر. والكنترول نفس الحكايه، تتعامل مع ايه تو فاريبل. في اهداف جانبيه ايضا اهداف العلم، ديسكريبشن الاناليسيس، ديسكريبشن اند اناليسيس، اكسبلينيشن، بريدكشن التنبؤ، الكنترول، وبعد كده الايه البريدكشن التنبؤ. التنبؤ بما سوف تكون عليه الاحداث، التنبؤ البريدكشن. if we have some accidents now I know about this problem now and عملت observations عنها وفهمت الاحداث والواقع دي. If we have a similarity after one day about this phenomena after one day or two days، اذا كان عندي similarity بين تشابه في الاحداث، اقدر اعمل بريدكشن تنبؤ بما سوف تكون عليه الاحداث في الايه اللاحق. خصائص العلم او معايير العلم، characters of science and scientific thinking، الخصائص بتاعته، الرولز بتاعته، البيزز بتاعته اللي يجب على اي student or researcher or scientist، هي must have or must depend on these characters عشان to reach to his final goals. عمره ما هيوصل للاهداف بتاعته الا اذا كان هو connected and have these characters. accumulative، تراكمية العلم. accumulative، اول حاجة تراكمية العلم، في عندي اللي في التراكمية accumulative، انك انت عندك تراكم افقي ورأسي. from the beginning of science we have more experience in the field in our branch. you must have this experience. this is the meaning of accumulative، تراكم العلمي. على الباحث in researcher to reach his goals he must have this accumulative scientific previous scientific studies in his scientific field، في المجال بتاعه لازم يقف عليها ويدرسها كويس قوي. relatively، النسبية. أنا العلم there is no absolute law، there is no absolute facts in the field of science. ليه؟ لأنه relative دي معناها أن العلم متغير. if the same condition، if the certain condition which ruled our reach into that final result changed، يبقى أنت على طول هيبقى عندك تغيير في الإيه؟ في مضمون المادة العلمية ديت، أو تغيير في مضمون القانون أو الرول أور ثيوري، لأن الظرف اللي حكم الوصول إليها. زي الأرض كانت كروية، الأرض كانت الأرض إيه؟ مسطحة. كانت نظرية علمية ومعيار صدق فيها انترنال داخلي. There is no contradiction، ما فيش contradiction بين النظرية وبين مكوناتها من الناحية العلمية. انما في الواقع الخارجي حصل فيه ايه كونتراكشن، في الواقع الخارجي مفيش ادجستمنت دلوقتي، لانه اتضح مع ديفلوبمنت اوف ساينس، مع التكنولوجي، ان احنا عرفنا ان الارض ايه زي ما قال العلماء بعد كده بداية القرن الايه السادس عشر، ذا بيجينينج اوف ايه 16th century، قالوا ان اكتشفوا ان الارض ما هيش ايه مش مسطحه. فالنهارده معيار الصدق الخارجي اختلف في الوضع الايه الحالي. يبقى هنا نسبية الايه المعرفة. organization in researcher to achieve its goal must have a mental way of research. يبقى لازم عن he must have a method،
هي ماست اورجنايز هيز هيومن ثينكينج، يبقى عنده منهج. في الحاله ديت يبقى العلم ايضا خاصيه التنظيم كاركتر اوف اورجانيزيشن، ده احد الخواص المهمه جدا للايه للعلم، لانه بدون تنظيم يبقى في الريجولر، يبقى الفكر بتاعه هيبقى فكر عشوائي، يبقى النون ساينتفك نون ساينتفك ثينكينج، التفكير مش علمي. ابستراكشن خاصيه التجريد، ابستراكشن ايضا خاصيه التجريد جنراليزيشن، ويعني انك انت توصل لمرحله معينه تعمل عمليه جنراليزيشن، يعني تعمل ابستراكت فروم ذا ايه ماتيريال كاركترز اوف ذا اوف يور فينومينا، تعمل فهمت. لما توصل لمرحله انك انت فهمت، انت بتعمل اوبزرفيشن ات ذا ليفل اوف ماتيريال، في مستوى المواد السوليد اللي قدامك. If you reach to the level of understanding, you must make abstract. Abstract يعني تجرد. تجرد المشكلة, the problem from each, from the material diamond, dimension, from the material dimension. تجرد تعمل abstract of your problem from its material dimension, من أبعادها المادية, وبعدين تعمل expression عن هذه of your understanding, الفهم بتاعك your understanding by Swinblick, by Swinblick من خلال Swinblick writing, كتابة رمزية تاخد شكل بقى party الفاكهة جزئية, تاخد شكل قاعدة rule, تاخد شكل law قانون, تاخد شكل قضية علمية تعاملية scientific generation, تاخد شكل theory أيا كان, إذا كنت أنت مستخدم للعلم user for science or أنت إذا كنت اكسبلورر أي مكتشف. أيضا خاصية الأوبجيكتيفيتي الموضوعية natural to be objective please, ما تمشيش وراء هذاك اللي personal opinion لأن ده ما ينفعش في العلم. وبعدين أيضا أحد خواص العلم reliability اللي هي الواقعية, العلم يجب أن يكون واقعيا و سيستماتيك قايم على الايه اكسبلوريشن الاكتشاف والملاحظه وايضا برادكت اللي احنا قلناها اللي هي التنبؤ. الحقيقه الوحده الاولى ايضا فيها جزء مهم جدا وهو العلاقه بين العلم و اللا علم وغير العلم. يعني التفكير العلمي بعد ما قلنا انماط التفكير العلمي اللي هي جنرال ساينتفك ثينكينج اللي هو مرتبط بالديلي لايف بتاعتنا, و سبيشال ساينتفك ثينكينج اللي هي التفكير العلمي اللي بيعتمد عليه الاستودنت والريسيرشر والعلماء. ولذلك هنا مستويات العلم اللي احنا بنتكلم فيها المختلفه هتبقى في مستوى الدارسين اللي هو الستودنت والمستوى الاول, والمستوى الثاني مستوى الريسيرشرز الباحثين اللي هو ذيس ليفل ستادي فور ماستر اور دكتوراه اللي بيدرس الماجستير والدكتوراه, وبعد كده مستوى العلماء الساينتستس اللي هم بيبقى عندهم مور اكسبيرينس ان ذير ساينتفك فيلدز, عندهم خبرات متراكمه جدا العلماء, وبعد كده الاكسبلورر والانفنتور اللي هو اخر مرحله في مستويات البحث العلمي المكتشفين والمخترعين, ودول بيبقى ساينتست ولكن عندهم كاريزماتيك كاركتر بيحملوها, يبقى مور اوف ريسيرش مور اوف ديتيلز اند مور اوف ساينتفك اكسبيرينس, بيوصل لمرحله معينه اما بيبقى اكسبلورر مكتشف ان ذا فيلد اوف ساينس اور انفنتور ان ذا فيلد اوف ايه تكنولوجي. الحقيقه في مجال البحث العلمي ان ذا فيلد اوف ساينتفك ريسيرش عندنا الحقيقه علاقه ما بين العلم واللا علم, وعلاقه ما بين العلم وغير العلم. الحقيقه اللا علم اللي هو ما قبل العلم اللي هو نون ساينس, ما يعني ده مش موجود يعني اساسا قبل العلم, اللي هو ليجندري ثينكينج والماء اللي هو والسوبرستيشن ثينكينج اللي هو تفكير الميث والسوبرستيشن والتفكير الاسطوري والخرافي, ده بداوا قبل العلم. والليجندري او الميث النون ساينتفك ثينكينج ده بدا قبل العلم ثم ستوب ايه ستوب يعني خلاص وقف ما ات ذا بيجيننج اوف ساينس, وقف مع بدايه العلم في العصور القديمه. اما السوبر ستيشن هي الخرافه
beginning before science and continues with science until now, موجودة حتى الآن. أما غير العلم في بعض التصنيفات للعلماء بيصنفوا غير العلم بالتحديد اللي هي علوم الفلسفي والريليجيوس والارتس. فغير العلم بيسموها الفلسفة والدين والايه والفن غير العلم. وده يمكن تصنيف بعض الناس انما ممكن يعوزوا كثيرا من الدقة، انما هو ده تصنيف موجود في الايه في العلم بشكل عام. الحقيقة يمكن في علاقة ايضا ما بين العلم والتكنولوجيا والعلم والهندسة. الحقيقة العلاقة الفرق ما بين العلم واللا علم وغير العلم ده فرق فيما يتعلق بالهدف وفرق اللي هو المين جول، وايضا the difference related to the method المنهج. ولانه الهدف العلمي بيختلف عن الفلسفة، العلم اهداف ايه reportable scientific thinking يعني تفكير تقرير بيتكلم على تقارير وبيتكلم على facts، but فلسفة بتتكلم على حقائق abstract point overview يعني abstract وجهات نظر غير تقريرية غير علمية، يعني special point of view وجهات نظر فردية. وأيضا الفلسفة بتتكلم على المنهج بتاعها different عن منهج العلم، يعني منهج الفلسفة بيختلف، قلنا منهج استنباطي deductive مش inductive مش استقرائي زي منهج العلم، وسبجكتيف ومنهج في النهايه منهج ذاتي وليس منهج اندكتيف استقرائي تجريبي. والدين ايضا بيختلف عن العلم لانه المنهج بيختلف، طبعا المنهج الديني بيختلف. الدين ثابت ستاتيك مش متغير، والساينس فيه تشينجبل متغير باستمرار، ما في ريلاتيف لخاصيه النسبيه موجوده في العلم على طول. والهدف بتاع الدين وهذا ديفرنس according to the main goal of religious or the science، عندنا اختلاف في الهدف. العلم موجود باليونيفرسال، العلم احنا فيه موجود عشان to solve problems عشان يحل مشكلات واقعية. الدين موجود ل solve problems في الدنيا وفي الآخرة، ده في اختلاف كبير جدا ما بين الاثنين. العلم والتكنولوجيا الحقيقة في علاقة في اختلاف ما بين الاثنين. العلم academic rules academic theoretical academic party effects ده العلم، ولكن the relation between science and technology the difference between research centers and application centers for technology. لأنه هنا ما اتكلم علاقة بالعلم والتكنولوجيا، بتكلم على مضمون العلم القواعد والمعايير والنظريات العلمية، ولكن التكنولوجيا هي التطبيقات. تكنولوجي is the application of science in the application center technology center. يعني لما يجي أخذ بقى العلم النظريات والقوانين أطبقها في مراكز التطبيقات الإيه التكنولوجي. If you have a relation between the line of science and technology from the beginning to now، ده موضوع تاريخي مش تبعنا. لما يهمني أنا هنا بقى التكنولوجيا علاقتها بالهندسة مهمة جدا. الهندسة as a science have the two sides. في عندي جانب علمي مرتبط بالإيه الأصول the basis of science the basis of engineering science، وبعدين أيضا مرتبط بال application of this basis of engineering science اللي هو تطبيقات الإيه التكنولوجيا. يبقى أحد تعريفات الهندسة إن هي علم وفن science and art implementation of science of engineering in the application center اللي هي implementation في عملية التطبيق implementation of technology centers في مجال تطبيقات التكنولوجيا. الحقيقة الوحدة الأولى بكده نبقى غطيناها في المحاضرة دي ومع المقدمة، وربطنا الاثنين مع بعضهم في المحاضرة الجاية إن شاء الله هنتكلم على المينتال process which we can depend in the field of science العمليات العقلية التي يجب أن نعتمد عليها في مجال العلم، وإن شاء الله هنغطي كل الوحدات من خلال المحاضرات لكم في المرحلة الجاية. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.